أقل من عام خورخي بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ بسبب التهرب نظر أب. المحكمة الإسبانية غرمت ميسي إضافة لذلك بدفع نحو 2,100,000 يورو ووالده ب1,600,000 يورو، ويتم وقف تنفيذ عقوبة السجن كما هو شائع في إسبانيا بالنسبة للجرائم التي تبلغ عقوبتها أقل من عامين ولخلو سجله القضائي من السوابق القضائية، علما أنه يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في إسبانيا. وللمزيد حول تفاصيل هذا الخبر ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف مراسلنا الأحسن سالم من مدريد. الأحسن، مساء الخير، لو تطلعنا أكثر على تفاصيل وحيثيات هذه القضية وهذا الحكم بالسجن للنجم الأرجنتيني نجم برشلونة ميسي، وخاصة هل هناك بالفعل رفع العقوبة ووقف التنفيذ بحكم القوانين الإسبانية؟ نعم حزامي، تحية طيبة بداية وكل عام وأنتم بخير. بطبيعة الحال هذا الخبر نزل كالصاعقة على عشاق برشلونة وعشاق ميسي بالضبط. القضية تعود إلى التهرب الضريبي لعامي لسنوات 2007-2008-2009، والجميع يعتقد أن ميسي هنا خاصة في الأوساط الرياضية مذنب بطريقة كبيرة، والجميع يعتقد خاصة بالنظر إلى القوانين المعمول بها هنا أن ميسي سيقدم طعن بطبيعة الحال في هذه القضية، ولو أن الأمور ستعود للمسؤولين والقائمين أيضا على النادي. لا ننسى أن برشلونة يمر بمراحل صعبة خاصة في التعامل مع المؤسسات العامة، خاصة أقصد هنا الجانب الضريبي، والجميع يعتقد هنا أن ميسي لن يسكت. ما يتحدث عنه الجميع هنا أنه ما إذا كان بإمكان هذه المعضلة، هذه المشكلة ستخلق بلبلة داخل برشلونة الذي لم يخرج من ورطة إلا ودخل في أخرى. اعتقادي أن ميسي لن يسكت عن هذه القضية، وهناك ربما امتعاض، والجميع يعتقد أن برشلونة سيقدم كل المساندة والدعم الكافيين لميسي. هل هذه القضية ستكون ربما الدافع لتحريك ميسي للانتقال إلى نادي آخر؟ ربما هذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة. نعم الأحسن سالم، شكرا جزيلا لك، ننتظر منك كل جديد في هذه القضية وهذا الموضوع في نشراتنا القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا وكل عام وأنت بألف خير.